السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء اللي فات كيف نجيب المجسم عندي ونضيف عليه الخامات. الآن لو أنا حابب الشخصية تبعتي هذه بدي أقعدها على أرضية، مش معقول تضلها طايرة في الهواء زي هيك، علشان أحطها على أرضية، الله لا يسيئك ولا يغلبك، عشان أحطها على أرضية في هنا حاجة اسمها جيم أوبجيكت، لو فتحتها في حاجة اسمها 3D بقدر انا اضيف كيوب مكعب او سفير كوره او كبسوله او سلندر او بلان. فلو حبيت اضيف مكعب، هاي مكعب تبعي شايفينه، بقدر اضيفه. لكن انا اللي عايز اضيفه 3D بلان، فراح احط بلان. هاي البلان تبعي، بدي اطلع الولد فوق البلان عشان يطلع الزلمه واقف صح تقريبا، وامسك الارضيه تبعتي وكبرها، لانه مش معقول الولد يبقى واقف على ايش، على أرضية صغيرة. عادة الأرضيات تبقى كبيرة واسعة هيك بحر. فهي المجسم تبعي، الأرضية هذه تبعتي في الطبيعة بحط عليها صورة، ممكن ما تعملهاش هان أبدا، بالعكس هذا الغالب، إن من الأرضية بنعملهاش هان، بنعملها على الماء بنحط عليها خامة وبنظبطها وبعدين بنجيبها على شغلنا. لكن في حالتنا هذه من باب البساطة أنا حطيت بلان وخلص. لكن البلان بدي أحط عليه إيش؟ صورة مجسم لون أي أبيض، هذا مش ظابط. راح أعمل كالتالي، راح أعصب اليمين واقول له اعمل لي ماتيريال، روح على كرييت. ايش ده تعمل كرييت لايش؟ لماتيريال خامه، راح اسميها جراوند، هي الارضيه. وممكن اعطيها لون احمر مباشره، طلعت الخصائص تبعت الخامه، لما علمت على الخامه طلعت الخصائص عندي، بقول له بدي اياها حمراء، انا هيك بيعجبني اللون الاحمر. الان لو مسكت الماتيريال هذه وسحبتها على السين تبعي طلعوا، اذا اجت على الارض بصير الارض حمراء، اذا اجت على الالوان على وين المنطقة اللي بتحطها بجرب لك اياها. انا بقول بدي نحط على الارض، هي لما نحطها على الارض صارت الأرض. بدك تغير الالوان، غير هي اللون واختار مثلا ازرق، مثلا يمكن ازرق، هي الارضية تبعتي. لكن لو انا قلت لا يا عم انا بديش الكلام هذا، بدي احط صورة ازرف من الكلام هذا، راح اروح على المجسم تبعي هنا وادور لي اول، راح افتح مجلد عندي في صور انا تكتشر وادور على صوره. انا في عندي هاي دي صوره ممكن تنفع تبقى ارضيه، هذه ممكن تنفع تبقى ارضيه، هذه كمان ممكن اخذ صوره واحده. يفضل في الصور اللي فيهم ارضيات، عشان هيك انا قلت لكم يبقى البدايه نفس النهايه، لحظه المنطقه هذه المكسوره بتكمل المنطقه هذه، والمنطقه هذه بتكمل المنطقه هذه، بحيث لما تتكرر الصوره يبين الامور متواصله، لان هذا زي نقش. تعال نشوف مثلا هان عادي فيش، لو تكرر الكلام الصورة هذه جنب بعضها تحسش انه في اشي غريب. انا عادة معظم الصور اللي بحطهم بحيث انه ممكن يتكرروا. تعال نشوف الصورة هذه، لاحظ الكسر اللي هان، هذا هان بكمله هذا، وهذه النتفة الصغيرة هان تيجي على المنطقة دي بتكملها، عشان تحس انه الصورة متكاملة. فبالغالب هدول اللي انا بدور عليهم، مش اي صورة بحطها بتزبط، لازم صور لما اكررها تزبط معي. اني احنا قررنا ناخذ هذا، اي واحدة كله ان شاء الله بيزبط. يعني هاي هذه امسكها واسحبها وارميها جوا اليونيتي، هي رميتها برضو. عشان اربطها مع بعض بنفع بكل بساطة اعلم على الخامة تبعتي واجي على الدائرة الصغيرة هذه، وراح الاقي الصورة عشان انا حطيتها، انا راح الاقيها موجودة يعني بختارها. او بنفع بكل بساطة وهذا اسهل، امسك الصورة تبعتي وارميها جوا المربع تبعي، تلقائيا اجت. حسيت انه صار اشي، بس الدنيا زرقاء. اول اشي اليونتي من الاشياء الغريبه اللي فيه انه ممكن يدمج صوره مع لون في نفس اللحظه، يعني ممكن خامه يبقى صوره ولون، هذا الكلام مش موجود في الماية، كنا يا لون يا صوره. فانا راح اروح على اللون تبعي واخليه ابيض عشان تيجي الصوره صح. لكن انتوا حاسين اشي غريب يا عم، مش هيك اللي احنا جبناه، هي النقش اللي جبناه، ليش جاي هيك؟ بقول لك ارجع 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 ارجع. هي بلش يبين نقش، بس ايش فرضوا على كل بلان والولد صار صغير، فانا بدي اياه يتكرر. راح اعمل كالتالي، راح اجي عند الولد وامسك الخامه تبعتي هذه واعمل له زي يو في بلانر اللي كنا نعمله في المايا. الان راح اجي على التايلنج هذه وازيدهم، ازيد التكرار، خليه يكتر النقش زي هيك، نضغطه ونفس الشقه اشتغل على الشقه الثانيه، بلش ايش يجي المربعات. بدل ما اعمل بيدي زي هيك، انا ممكن اكتب مثلا 10 في 10، نزود ولا خلاص هاي 15،
في 15 بحيث انه يتكرر الصورة. الان عرفتوا ليش انا كنت مهتم انه الصورة ممكن تتكرر وتنسخ بعضها، عشان ما بين ليش انه هان في حزوز غلط مشية، حس الارضية متواصلة مع بعض. طيب الان ممتاز، انا هاي نعملته، وليش هذا طايف الهواء زي هيك؟ قال لك بس ضبط الكاميرا، هذا المشهد انا بتحكم فيه بلف على كيفي، لكن هذا اللي بتصوره الكاميرا. هي وين الكاميرا؟ اي مشهد جديد بنعمل تلقائيا المايه بتضيف فيه كاميرا واضاءه، ضيف الكاميرا والاضاءه، هذا نحط الاضاءه فوق، بتضيف الكاميرا والاضاءه. راح امسك الكاميرا من المشهد هذا واحاول اضبطها عشان صور لي الولد هذا بطريقه صحيحه. تعال اطلع الكاميرا فوق، ايوه ارجع شويه لورا، نعملها شويه دوران هيك، اطلعها لفوق شوي، زي احاول اعايرها. التعامل معها مش بجمال التعامل مع الكاميرا تبعت المايه، تبعت المايه اريح في التعامل اسهل. العموم حاجه زي هيك، هاي الولد تبعي، انسى الان، تعال عندي الولد وركز لي على الولد. هيك احنا عملنا وضفنا الارضيه تبعتي وصار عندي مشهد ممتاز. الان ايش ناوي اسوي انا؟ بدي اياه لما اعمل بليله اللعبه تبعتي الاقي الولد هذا تبعي بتحرك. الان الولد حلو ممتاز وارضيه رائعه وعليه خامات لكن ما بتحركش، مع ملاحظه ان انا متاكد ان الولد بتحرك. ليش؟ عشان لو علمت على الولد تبعي هذا ورحت على قائمه انيميشن من هنا راح الاقي ان الولد تبعي وعصيت بليه هلاقي ان الولد قاعد بتحرك. يعني الولد جاي صح وانا مصدره صح وجاي واليونتي فاهم انه في عندي حركه، لكن الحركه مش مضيوفه عندي. هذا راح نشوفه في اللقاء الجاي، ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.